مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيك في قراءتك. الزاهد، أوكي، النجمة، القوة. أغرب قراءة لحد الآن يا برج الجوزاء، كلها كرسات رئيسية من التارو، ما عندنا أي كرسات فرعية، كلها ميجر أركانا، بما معناه أن الشريك مشاعره شو أقول لك واضحة، مشاعره متقدة، مشاعره واصلة إلى حد جدا كبير، وهو أيضا الشريك في نقطة محورية، هل يرجع إلى حياتك أو لا يرجع؟ كيف يراك الشريك؟ الشريك يراك أن أنت انسحبت من حياته، ولكن كأنما أنت استسلمت، هو يشوفك كأنما أنت استسلمت، أن ترغب أن تبتدي في مكان ثاني بعيد عنه، ولكن هو الابتعاد كان بالنسبة له مو من أجل الاستسلام، من أجل أن يرجع ويرجع بقوة. عنده كارت القوة، كارت برج الأسد، وعندنا أيضا كارت النجمة، برج الدلو، الزاهد، كارت القمر، برج الحوت، وأيضا كارت العالم، بما معناه احتمال أن أنت ابتعد عنه في السابق، أو ما كنت واضح معه، هو يراك أن أنت مش واضح. الزاهد يبحث عن النجمة كأنما هو يطلب منك أو يبحث عن الوضوح بخصوص علاقتكم. الجواب احتمال اللي يسأله ما راح يعجبه، كأنما هو مخلي نفسه أمام خيارين ومتوقع الأسوأ. عندما يرجع إليك مفكر إما أنك ستقبله، ولكن الاحتمال الأغلب أن أنت سترفضه، وراح تقول له ما ينفع نرجع مع بعض. هو خايف الرفض، يراك أنت أنه غير واضح، وأيضا خايف الرفض من جهتك أنت. اللي بعده، خلينا نشوف ما هي خطوته القادمة تجاهك وتجاه عدم الوضوح اللي قاعد يحاول يكتشفه في الفترة القادمة. هو أيضا يراك أن أنت ناجح، بما أن لديك كرت العالم، أنهيت مرحلة معينة، تخرجت، حصلت على الوظيفة، كأنما تصل أخبار عنك كلها بصدد نجاحك أو تخرجك، أبدعت في مشروع ما في العمل، فكأنما هو أيضا عند طاقة الزاهد ندمان بأن تخلى عنك قبل أن تتضح، أو قبل أن يحارب من أجل العلاقة، ما عنده طاقة المحارب. خلنا نشوف ما الذي أو ما هي خطبته القادمة. العاشقين، الرجل المعلق، جاجمنت، كارت الحكم، فرص ثانية، ست الأغصان. يعني شوف أنت أكثر قراءة عندها كلها كارتات رئيسية، هذا كارت رئيسي رئيسي رئيسي، والكارتات السابقة كلها رئيسية، وأيضا الإمبراطورة، اجتماع الكرتات الرئيسية عندك. ما هي خطوته القادمة؟ خطوته القادمة أول شيء احتمال أنه راح، بما أنه يشوفك هني غير واضح، احتمال كبير أنه راح يحاول أن يتقرب منك، ولكن بطريقة جديدة، بطريقة أنت ما تشعر فيها بالتهديد. وأيضا أشوف أنه احتمال كبير يدخل من الباب، عندنا ست الأغصان أمام الملأ، راح يعترف إما بحبه أو راح يطالب إنه يكون في ارتباط بينك وبينه، ولكن هاي المرة تأكد، أو هاي الرجوع راح يكون على أسس واضحة وصريحة معك، لأنه هو هني يفتقد الوضوح في المرحلة الأولى، ففي رجوع يا عزيزي يا برج الجوزاء. هو سيكون واضح معك ومع الأهل، خصوصا الأهل، احتمال إن كانت عنده مشكلة مع والدته أو والدتك أنت. زين، في مشكلة أيضا عندكم بخصوص الحمل، الإنجاب، ولكن تأكد أن في الفترة القادمة وخطوة القادمة جدا واضحة، بما أن كل الكارتات اللي عندنا رئيسية، ولكن عندنا كارت الرجل المعلق، بما معناته هو يتكلم عن أيضا كارت برج القمر، أن الأمور هذا الشخص راح يخطط، راح يرسم قبل أن يتوجه تجاهك، قبل أن يأتي إلى حياتك ويعلن نفسه ويعلن رغبته في الرجوع أو في الارتباط، رغبته في أن تكون الأمور على أسس صحيحة بينكم من جديد، راح يأخذ وقته، لا يريد أن يرجع إلى وضع في لخبطة أو وضع في
في عدم وضوح. عندنا كرت أيضا العاشقين، اللقاء. احتمال أيضا أن خطوته القادمة أن يتخلى عن شخص معين، طرف ثالث في العلاقة أو في الزواج، من أجل أن يحصل على الموافقة، يحصل على رغبتك في الرجوع إليه. عند نية أن يتخلى عن طرف ثالث، ممكن الطرف الثالث يكون شخص، يكون أشخاص يتدخلون، ممكن حتى يكون عمل. أي شخص يتدخل في العلاقة، هذا الشخص قاعد أو شريكك قاعد يفكر ما هي الطريقة الأفضل عشان أتخلص من عائق وأتوجه نحو برج الجوزاء وأحصل على بداية جديدة معه. أوكي؟ وكأنما هو هنا عنده أيضا طاقة استشارة مع والدته أو مع والدتك، طاقة التكلم والتحدث مع الأهل. خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب أو الشريك. عشر الأغصان، تسع الأغصان، سبع الأكواب، فارس السيوف، الخماسيين. أوكي، تأكدت الحين أن الموضوع بخصوص طرف ثالث، أو اللي يحب يقول لك الشريك، أو اللي قاعد يخفي عنك وأنت لحد الآن ما تعرفه، أن في السابق هو نعم كان عنده خيارات أخرى، شخص ثاني، شخص ثاني في حياته، ولكن خلنا نلقي نظرة إلى حقيقة هذا الموضوع بالنسبة له. الشخص الثاني ما كان موجود، كان موجود في محيط العمل. سبب التقاء الشريك معه أو ارتباطه فيه أو دخوله في علاقة معه، إن الأمور كانت كان في الكثير من الجوانب المشتركة بينهم. احتمال أن أنت تتعامل مع برج هوائي، وهذه أيضا طاقتك، التقى فيه عن طريق العمل، عن طريق الدراسة، ولكن لم يستطع أن يرفضه، لم يستطع أن يتخذ قرار شريكك، لأجل ذلك أنت دخلت في علاقة ثلاثية، أو كان في سبب وجود طرف ثالث هو اللي أدى إلى تفركش العلاقة بينكم. هوني كأنما يقول لك فكرت سبع الأكواب، الكثير من الخيارات، يقول لك أن الموضوع ما كان بالنسبة لاختيار، هو ما كان يريد أن يختار الشخص الثاني، ولكن الشخص الثاني كان متوفر في حياته، من أجل ذلك هو استصعب أن يرفض وجوده، من أجل ذلك هو حاول أن يوازن علاقتين في نفس الوقت، شخصين في نفس الوقت. ولكن عندما حدث الشيء، ننتقل من طاقة الهواء والأكواب إلى طاقة النار. طاقة النار هي الموضوع كيف سيحدث على أرض الواقع. على أرض الواقع عندما أنت انسحبت أو تفركشت العلاقة بينكم، صار فقط شريكك أو حبيبك مع هذا الشخص، الطرف الثالث، مع بعض، ولكن الأمور لم تمشي حسب مرادهم. تفركش الموضوع بينهم لأن كأنما اكتشف هني بعدك، سمح للشريك أن يكتشف أن ليس هو الشخص المطلوب من أجلي، ليس هو الشخص الصحيح، ليس هو الخيار، هو اختارك أنت نعم، ولكن الطرف الثالث كان مجرد إلهاء، وكأنما الحين يحاول أن يمنعه من أن يتقدم أو يواصل وجوده في حياته، يريد أن يضع هذا الموضوع على جنب أو ينتهي من هاي الموضوع وينتهي منه للأبد، لأنه هو تعب أيضا شريكك من دوامة العلاقة الثلاثية، ويعرف في قرارة نفسه أن الشخص أو الطرف الثالث هو الشخص الخاطئ له، يدرك هذا الشيء حتى في المشاعر، كأنما هو يحبك أنت، ولكن توفر مغريات، توفر هذا الطرف الثالث في مجال عمله، في مجال محيطه، هذا الشخص هو اللي قاعد يعرض نفسه على شريكك، شريكك ما عرف يرفضه، فصار الوضع بهذا الشكل، ولكن هو في طاقة الدفاع أو طاقة خلاص ابتديت أحط مسافة بيني وبين هذا الشخص من أجل أن أرجع وأرجع الأمور مع برج الجوزاء. أوكي؟ اللي بعده راح تكون قراءة العزاب ومن القادم في طريقكم. Thank you.
القادم في طريقكم يا برج الجوزاء للعزاب أو حتى للأشخاص اللي منفصلين من فترة ولكن يرغبون بدخول شخص جديد. عندنا كارت العالمة، كارت برج الحوت، ثمان الخماسيات، طاقة ترابية، ملكة الأكواب، طاقة مائية، كارت برج العقرب، الموت، أوكي، وكارت برج الحوت مرة أخرى، القمر. احتمال كبير أن الشخص القادم في طريقكم يا برج الجوزاء هو برج مائي، عقرب، حوت، سرطان، ولكن هذا الشخص شو أقول لك؟ هذا الشخص شوية غريب في الطباع، أطباعه غريبة، لأنه هو يظهر أنه هو ودود، أو يظهر أنه هو جدا كريم، عنده كرت الكرم، ولكن أشوف هني أن دوافع عنده شوي دوافع خفية، ما أقول لك سيئة أو سلبية، عنده دوافع خفية تجاه أو سبب أو بسبب اللي قاعد يعرض عليك فيها هذا الحب، هذا الارتباط. القادم في طريقك هو شخص يعرف ماذا يريد بينه وبين نفسه، ولكن ما يعطيك الإشارات الواضحة، عنده كرت عدم الوضوح، يخبي نيته لحد ما يحصل على مراده، يحصل على مراده بالطريقة التكتيكية الذكية. ذكي عاطفيا هذا الشخص اللي أنت اللي راح يدخل في حياتك. دائما أقول الشخص يدخل في حياتنا ممكن من أجل سبب، درس إحنا محتاجين نتعلمه، موسم، فترة وتعدي، أو عمر بأكمله. مو شرط أن كل شخص يدخل حياتنا من أجل البقاء إلى الأبد، ولكن عنده كثير من طاقة هني العالمة، الكثير من طاقة عدم الوضوح هني قاعد يعمل. أوكي، احتمال أيضا هو كريم معاك، سيكون وكثير الانشغال، إنسان صاحب منصب، وفي نفس الوقت يعرض عليك عند الكثير من العروض، خل نخرج نتعشى، خل أشتري لك، خل أدفع عنك، هاي نوع من الطاقة، خل نطلع مع بعض، خل نشوف بعض، ولكن دوافع شوي خفية. أشوفه أن شخص ممكن يكون في طول، أوكي، وكثير الاعتزاز، كثير الاعتزاز ببنيته، مو شرط أن بنيته تكون قوية، ولكن هو جدا مرتاح في جسمه، شخص جاد بطبيعته، ولكن أمامك يظهر الطاقة المائية السهلة السلسة. مثل ما قلت لك المواصفات أو الطباع، هذا شخص يكبت مشاعره ولا يعبر عنها، يعني هو يعرض عليك ولكن مو من النوع اللي يجلس معك ويتكلم ويقول لك دائما اشتقت لك، أو مثلا يعبر عن مشاعره ويتكلم فيها بكثرة، لا، يظهر مشاعره بطريقة عملية، بطريقة أن يشتري لك، يدفع عنك، يحمل عنك جزء من المسؤولية. أوكي، اللي بعده، كيف تتعامل معه وما هي النصيحة لك في هذا الصدد؟ برج الجوزاء احتمال كبير أن أيضا الشخص اللي تتعامل معه لا يمتلك الكثير من الشعر، أو يمتلك الكثير من الشعر، واحد من الأثنين، إما شعر كثيف، إما أنه كليا أقرع مثلا، أو شعر جدا خفيف، واحد من الأثنين، ما فيهم حل وسط. خلينا ننتقل إلى كيف تتعامل معه. ثلاث الأكواب، كرت الاحتفال، ثلاثة السيوف، أوكي، ثلاثة مقابل ثلاثة. دائما الأرقام عندما تتقابل معناتها إحنا في طاقة المرايا، الشخص يقول لنا شيء إحنا نرد عليه بشيء. عشر الخماسيات، سبع الأغصان، وعشر أيضا طاقة ميرور أو مرايا، عشر الخماسيات مقابلها عشرة الأغصان. طريقة التعامل معه، كن حذر في التعامل مع هذا الشخص، لأن قلت لك هذا الشخص يظهر لك شيء، يظهر لك طاقة الماء، الاحتفال، المشاعر، الاجتماع، يعرض عليك يعني حتى عروضة جادة، نعم يعرض عليك الكثير من العروض، مثلا قابل أهلي، خلى أقابل أهلك، هذا النوع من الكلام،
ولكن حوافز لفعل هذا الشيء تأتي من ألم، من عدم وضوح. عنده 3 سيوف، كأنما هو يحاول أن يخرج من، أو يحاول أن ما يتعامل مع مشاعر معينة. كان حزين في السابق، كان مخذول، كان مرتبط وانفصل، ولحد الآن ما تعامل مع هالمشاعر، مجرد حطها على جنب. فالحين هو في طاقة الحماس، متحمس لأن يبدأ جديدا. ولكن شلون راح يبدأ؟ هذا سؤالي، شلون راح يبدأ وهو لحد الآن ما تعامل مع الماضي؟ احتمال أيضا أنه يكون شخص متزوج في السابق أو منفصل، عنده علاقة سواء لحد الآن موجودة قائمة أو انتهت. انزين، النصيحة في التعامل معه، عليك أن تدق تدق. أنت عندك كأنما تتعامل هنا مع برج عقرب أو برج مائي، عليك أن تدق، لا تستسلم، لا تتنازل، لحد ما تكتشف طبيعة هذا الشخص وحوافزه، حوافزه، دوافع، نيته، نيته اللي مخبيها، خصوصا الأبراج المائية وخصوصا برج العقرب. مو سهل أنك تفهمهم، يفعلون شيء ردا على شيء، تحتاج وقت أن تعاشرهم وتكون حولهم عشان تفهمهم. كأنما هني هو يعرض عليك الارتباط، الزواج، الحب، الشراكة، ولكن مو على طول تقبل عرضه. عندنا كارت الموت تحت 7 الأغصان، عليك أن تكتشف ما حقيقة الوضع، لماذا هو هني كأنما هو مستعجل أو بسرعة متحمس، يريد أن يضع الخاتم على صبعك أو يريد أن يحقق الارتباط والزواج بسرعة. إنزين، وإذا كان مرتبط ويبحث عن زوجة ثانية أو ارتباط ثاني، ابحث في الدوافع. 10 الخماسيات يقابلها 10 الأغصان، حقيقة الوضع جدا مختلفة. عند الكثير من الفشل في حياته، انت لا تشوف الظاهر، الظاهر ان ماديته تمام، منصبه ممتاز، انسان جاد ومستعد يقدم لك ما تحلم فيه في الحياة، ولكن باطنة انه هو لديه الكثير، ما بقول لك الفشل، على الاقل احساس الفشل نفسه، دائما يحس انه فشل او خذل الناس اللي حوله بسبب اختياره. عنده طاقة استسلام، يعني كأنما هذا الشخص يستسلم بسرعة، أول ما يصير في صعوبة كأنما هني محتاج تحطه تحت المجهر وتختبره، أول ما يصير في صعوبة يستسلم أو ينسحب أو يظهر على حقيقته. أنت محتاج فعلا أن توضح مع نفسك حقيقة وطبيعة هاي الشخص القادم في طريقك. أول تعالجه، تكتشفه، ومن ثم تقرر هل أنت مستعد للارتباط بشخص فيه هاي النوع من الأطباع. هذا أيضا أشوفه قاعدة يعني شخص جدا يحب التحكم، يحب التحكم، يحب السيطرة، كثير التدقيق في التفاصيل. يعني بكرة لما تتزوجه راح يدقق على أدق تفاصيل لبسك وشكلك وكلامك وأجوبتك. عند هاي النوع من الطاقة عنده تراكمات من السابق، احتمال ان انكذب عليه، انخذل في السابق، فانت اللي في المستقبل بالنسبة له راح تدفع ثمن هاي التراكمات اللي عنده. اوكي، اللي بعده قراءة المرتبطين. طبعا المرتبطين ممكن يكونون في علاقة أو في خطوبة أو حتى زواج، كله ينطبق عليهم. النجمة، السيف الأول، طاقة هوائية. أول سؤال، كيف يراك الشريك؟ كوب، الكوب الأول، 8 السيوف و10 السيوف. الشريك يراك على حقيقتك يا برج الجوزاء، وهو أنك كأنما هني
أو وصل إلى مرحلة اكتشف فيها طبعك. برج الجوزاء لديه شخصيتين، الشخصية اللي جدا طيبة ولينة وسهل التعامل معها، سهل تنحب، والشخصية الثانية الوجه الآخر اللي يظهر عندما يستفز. ثنائي القطب وجهين، ولكن وجهين بسبب أو يعتمد على الموقف والأشخاص اللي يتعامل فيه معهم. الشريك اكتشف هذا الشيء عنك ويراك أن أنت بالعكس، إذا كان في السابق يزعل أو يعترض على الجانبين من شخصيتك، ولكن في الفترة القادمة هو جدا متقبل وسعيد لوجود هذا الجانب منك، راح يستطيع أنه يرى الفائدة والعبرة من وجود شخصيتين يظهرون يعتمدون على الموقف. الوجه الآخر يظهر عندما تحتاجه أنت. عندك طاقتين، عندك طاقة النجمة برج الدلو، طاقة الشفاء. خلينا نعدل الأوراق عشان تكون واضحة. طاقة الشفاء جنبها الكوب الأول، العرض، الكلام الحلو، الكلام المعسول، التعاون، وطاقة السيوف هني. طاقة الجاف، الحقيقة الجافة، التعامل الجاف. 1+2=3. طاقة اللي يكون حقيقي أو صريح معي، وإلا سأقطعك وإلا سأنهيك. عندك جانبين من شخصيتك، الشريك أشوفهم والشريك أشوفه معجب هني بالجوانب، لأن كأنما الجانب السيء يظهر عندما أثنينكم تحتاجونه. نحن نحتاج بعض الأوقات أن نري الآخرين أن لدينا طاقة داكنة، طاقة مظلمة، من أجل أن نتعامل مع الهراء اللي يضعونه في طريقنا. هذا موجود، يعني كأنما هني يعتمد عليك. وطاقة الحب، العطف، التعاون، الحنان أيضا موجودة لديك، كأنما هني أنت تكسر وتجبر، ولكن باستخدام طاقة العقل أنت تحلل وتقيم الموضوع قبل أن تتخذ أو تظهر لهم أي وجه من شخصيتك. الشريك أشوفه هني جدا يتفهمك وجدا معجب بحقيقتك يا برج الجوزاء. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك؟ توني ذكرتها، خلنا نشوف أيضا كيف يرى نقاط قوتك الشريك. النجمة تحت ثمانية الأكواب تعرف متى أن الوضع ما يخدمك وترحل، وتعرف أين تستثمر طاقتك وجهودك، هذه هي نقاط قوتك، وتعرف الأشخاص اللي غير صادقين معك. عندنا فارس الأكواب، فارس العروض، فارس الحب، ولكن فوق السيف. نقاط قوتك أن أنت طاقة المشاعر، طاقة الماء ما تسيطر عليك، لأن هذا ضد طبيعتك الهوائية. هو معجب أيضا بهذا الجانب من شخصيتك. أنت تساعد أيضا الشريك على التشافي. عندنا خمسة الأكواب مع النجمة هني، مشتركين في طاقة أن إحنا نمر بخسارات في الحياة، ولكن وجودك في حياته يساعده أن يدرك أن في وضع ما قاعد يمشي، ما قاعد يثمر، ما قاعد يعطينا النتائج اللي نتوقعها، لازم نتخلص منه بالسيف، ومن ثم ندخل في طاقة التشافي، التعافي، التطهير. معاك أنت سعادتك تكون مكتملة في 10 الأكواب، لأن أنت تظهر جانبين يحتاجهم الشريك في حياته. فظل متمسك بنقاط القوة اللي عندك، تعرف ماذا وأين تضع جهودك، وتعرف لأي الجوانب تلتزم. كأنما أنت هني جدا ملتزم في المنزل، في دينك، محافظ على صلاتك، وأيضا مجتهد في العمل إذا كنت تعمل، يحب جدا الشريك، وهذا من نقاط قوتك. وفي نفس الوقت الأمور اللي ما تعطيك بنتائج ترحل عنها، والأشخاص اللي يأتون في طريقك يطلبون منك المساعدة أو يقدمون لك عروض، تعرف شلون تحلل طاقة الماء، الأكواب، ما داخل الكوب، هل هو حقيقي، هل هو ماء صافي، هل هو ماء معكر، عن طريق استخدام طاقة العقل تحلل، دائما تحلل. يحب فيك الشريك هذا الطبع، وأيضا تساعده على التخلص من
العوائق اللي في طريقه، تقول له مثلا يا عزيزي انت ما يصلح تظل تساعد فلان لان فلان ما يساعدك. هذه من نقاط قوتك في حياه الشريك، فانت هني تحافظ او تسبب مع بعض، تسببون التوازن، تحققون التوازن. عشر الاكواب هي طاقه اكتمال الحب، الزواج، السعاده، التفاهم، الحياه الكامله، الحياه الورديه اللي احنا نتمناها. خلنا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة في المستقبل. أوكي. أربعة الخماسيات، كن حريصا أكثر على مصاريفك، يعني كأنما هني يقول لك أيضا خذ رأي شريكك قبل أن تشتري الأشياء اللي أوكي. وركز على جانب الحب. عندنا كرت العاشقين. سبعة الأغصان، لا تسمح لأي شخص أن يدخل حياتكم، أنت والشريك يدخل بينكم ويكركب الأمور، كن دفاعي ضد هؤلاء الأشخاص. كرت العربة، الرحيل، وخمسة الأغصان. أول شيء، أنت هنا عندك طاقة انتشال الشريك أو علاقتكم. العربة فيها حصانين، شخصين شخصين شخصين، أوكي سوري، فيها يعني عنصرين، نحن نحتاج عنصرين. كأنما في الفترة القادمة يقول لك أنت خذ زمام الأمور، ولكن مو في العلاقة بشكل عام. هني يتكلم لك الكنترول راح يكون عندك بأن تخرج العلاقة من مشاحنات، من تنافس في محيط الأهلة، الأهل، الأسرة، العمل، في تنافس راح يكون على شريكك أو عليك، أو أشخاص حتى يحاولون يدخلون بينكم، يسوون نوع من التشويش. أنت اللي لازم تأخذ الكنترول وترحل بعيدا مع شريكك. لا تخرج جام غضبك أو زعلك واستيائك من تصرف هؤلاء الأشخاص اللي في محيطكم على شريكك. خذه معاك ورحلوا، ابتعدوا عن أي شيء فيه مشاكل، يسبب مشاكل، في تدخلات، في صراعات. هذا من أجل تحافظ على العلاقة، من أجل أن تطور العلاقة. وإن كنت أنت اللي لديك الدخل الأعلى في الأسرة مع شريكك، لكن أحرص على أن تشارك الشريك في الدخل المادي، وأيضا تعتبر أن الأموال أموالي وأموالك مع بعض. لا تقول هذه أموالي وهذه أموالك، لازم تفهم هني معنى الشراكة، وأيضا كأنما تأخذ أو تراجع الشريك قبل أن تقوم بشراء أشياء كبيرة، قبل أن تقوم بالصرف. جدا مهم. وظل دائما مركز على محيطك الصغير، علاقتك مع الأسرة اللي بينكم، الأبناء اللي عندكم. خليك مركز هني، نظرتك لازم تكون محلية. خل طاقتك واستثمرها في العلاقة أفضل ما تستثمرها في حل خلافات وتنافس الأشخاص اللي حولكم. أوكي، هذه هي النصيحة لك عشان تحافظ وتطور العلاقة في الفترة القادمة. عزيزي برج الجوزاء، هذه كانت